وقفة قداية كيما هما فين يديروا الخوارج مع الراشدين تاعهم هنايا، بالك رفدوا بونكارت ولا كاش لافيتا ولا داروا مارش في راسهم، بالك كان سكرام في الليل وطار له الشراب الصباح وزاد شانتا كاع الامور، دونك بانت له بلي يدير حراك، ولا الاخر فاتح سبيس بربع عباد قال له نطيح دولة ولا ما بيش وش يطيح هذا ولا طايح بيه بفهمته. دونك الناس هادو ما عندهمش أهمية، ولكن كيما احنا نهضروا على الناس اللي ما عندهم حتى حاجة يجيبوها باش يريحوا، نهضروا على الأمور هذه. وكاين ناس متخصصين باش يبدلوا لك الديسكور، يجي يطيش لك هاد الأمور باش تولي انت تهضر على التفاهات وتشخص الأمور وتولي طايح في هاد الخندق تاع لا مونيبيولاسيون دي ماس، برمجة العقول. ناس مايش انا والاخر، ناس رايت في حرب قادرة. انا مبالي قلت لي لويزا حنون، دونك لويزا حنون وهاد العباد كيف كيف. يا أخي اليوم أي إنسان يحب يدير وقفة ولا يدير مسيرة في الجزائر، القانون الجديد لازم تكون عندك رخصة باش تجمع الناس، لأنه القانون يعاقب بشدة هذه الأمور. حتى ولا كان طالب ولا أي إنسان عندك نقابة ولا عندك حاجة، تروح تطلب من الوزارة ولا من المديرية الوصية، يعطيولك يطلبوا منك بعض الدعم، تملأ استمارة واش رايح على واش، تعطي التوقيت باش الشرطة تجي تنظم حركة المرور في هذاك المكان، اللافتات اللي تكتبهم اسكو يضروا بالمصلحة نتاع الوحدة الوطنية، يشوشوا على ناس رايحين يقيسوا مصالح تاع دول أخرى في الجزائر. دونك أي شيء لازم يكون مدروس، ودير مسيرة على روحك لكن برخصة، ماشي بطريقة عشوائية كما كنا نشوفوا واحد الوقت. ما تجيش العين الصباح العشية الناس تخرج للطريق دير بنوات والحجر وتغلق لوطوروت والناس تضرب 10 سوايع في لوطوروت، هذا الشيء هذا ولا من الماضي؟ صحيح هذه الامور ما تزيدش تتكرر. الطالب وشنو هما المطالب تاعو؟ كاين عنده منابر اليوم، كاين مجلس اعلى الشباب، كاين ناس يكتب اليوم، لازم نطوروا شويه. عندك مطالب تكتب للناس اللي فوق في يعني في دائره صنع القرار، تتصل بهم اذا كان ما وفولكش. عندك حقك، عندك منابر في الاعلام، تروح تتوجه للصحافه ولا للصحافه المكتوبه، خلاص هذه الممارسات هذه تروح الناس راكدين وانت جايب طنبور وجايب لي العرايه، السيد في عمره 70 سنه رافد بلاكا وداير مانيفيستاسيون مع الطلبه تاع الجامعه في 2019، يعني شيوخه كانوا يجيبوا في الناس يعطي له 50,000 ولا 100,000، دوك السيد قاعد روتريتي تروح تعطي له 100,000 تقول له روح تمشي معايا من اللي يجي معاك. دونك هذه الامور خلاص ولات من الماضي. هذا الناس زوي وقيلا عندك مشكلة تاع الانترنت ولا ما تسمع عنديش فيه مشكله، لافرونس؟ عندي مشكله في التليفون، دونك ريديماري التليفون ونعاود نولي لكم. ماشي هو اللي عنده مشكلة تيجر. داكور. بارك الله فيك تيجر. الأخ الهادي، السلام عليكم سي لافرونشي، السلام عليكم كاع ولك الجماعة اللي راكم هنا. سيد الله يا خويا العزيز. قلت لك سي لافرونشي، قلت لك سي بارك لافرونشي. الله فيك يا خويا السي الهادي، تفضل. الله يسلمك يزيد. صايتي الفواياج لافرونشي من اوسلو ما على باليش لوين. ايه راني اباك رميت باطا شمه في سبوتنيك وجيت. حبيت نعقب برك على واش قال الاخ زهير دوكا على لي مانيفيستاسيون، وماشي ميم با اوتوريزاسيون، ديكلاراسيون، سي اون ديكلاراسيون تاع عمر. مي هادوما هاد القوالب تاع لي ديكلاراسيون كيديروا لي مانيفيستاسيون يتريسبكتاو غير في لا ريبوبليك، فوسمو بلاص لا ريبوبليك. رشاد كيروحوا علاش نقول لك علاش ما يدومونديوش لي زوتوريزاسيون هادي؟ علاش تا في ميزك؟ باسكو اللي يدير هاد الامور يتحمل المسؤوليه تاع واش راهو يدير. علاش مقران واسمها ديك زبيده قرنون وهاد العباد ما راحوش داروا دي دومون تاع حراك ولا تاع مانيفيستاسيون ولا ما على باليش؟ علاش؟ باسكو راح يتحمل المسؤوليه، باسكو على باله من بعد هاديك سيف القضاء سوف يسقط عليه، دونك ما يتحملش المسؤوليه، يتحملوها العد يعني الزواولة، يعني الناس اللي بعاد على الأمور كاع، واللي يقدروا يدخلوا الحبس، اللي يقدروا يسبوهم، اللي يقدروا يمرضوهم، اللي يقدروا يقتلوهم. ولكن هم ما يديروش هاد لي دوموند يا جماعة، هذا اللي تفطن. واحد اللي عنده قضية ما يخاف لا من الدولة لا والو، يطلع يدير دوموند مانيفيستاسيون كما يديروا. علاش يديروا دوموند في باريس؟ علاش يديروا دوموند في لا سويس؟
علاش يديروا دو موند في لونجلتر؟ زريبه هنايا دونك ماشي كوريا هذا، مي هما ما يديروش هاد لي دو موند باسكو على بالهم بلي راح تترتب عليها امور قضائيه من اللور، ناس تحاسبهم قالوا شاكو ديروا مش ماكوش ديروا، بشكون راكو تهضروا، شكون فوتكم باش تهضروا بالناس هادو. دونك كاين بزاف ناس اللي هما رخاص في الحقيقه سيدي لاش، دونك يتخباو مور العد، قال انت راح دار وانت سب العسكر وانت سب ما على باليش وشنو، بصح هو ما يسبش يعرف القانون، دونك ما يديرش هاد الامور.